ضيفة عزيزة عليا جدا، متألقة بالأمل، فنانة طبعاً نطلق عليها في الجزيرة العربية وفي الجزيرة العربية، وإحنا بنقول لا تعرف حضور الجزيرة العربية عشان بس إيه لازم يعني نحتويها عندنا شوية حرام على مصر، فبنقول لها الحمد لله بالسلامة وبنقول لها مبروك التكريم معانا فنانة متألقة دائماً أحلام، أهلاً بك يا أحلام. الله يخليك. أنا سعيد طبعاً النهاردة وسعيد فعلا من ساعة ما قالولي إن احنا نتكلم عشان نتكلمها وقررنا كلام العربية اللي حضرتك بتقولها في التكريم وده شيء يعني تكريم الفن كمان شعوري أنا بس عايز أعرف شعوري لما قالولي إن في تكريم في مصر. مصر احنا اتعلمنا منها المزيكا، اتعلمنا منها الحب، اتعلمنا منها فن الثقافة الشرقية الجميلة، تعلمناه من السيدة المعروفة اليوم اللي بتتكلم في البلد اللي فيها كل الناس تحس بالفخر. أنا اليوم بحس بالفخر إنه أنا اليوم تولدت في هذه الدرجة الجميلة. لا والجميل كمان يا أحلام إن الجلوس في الدنيا بيكون كتير، يعني كان دايما مثلا مع الأربعة الحديثة في الشرق أو حتى سيدة المدرسين كتير يغني في اسكندريه لازم يغني بصيغه قوي، لان جمهور اسكندريه فعلا سميع من الدرجه الاولى وما يجاملش بتاع الخليج. وحتى لما قابل عبد الحليم في اول غناه ضربوه الطماطم وبتاع وقال ان هو قال الاغاني عبد الوهاب، فيعني جمهور اسكندريه مخيف بالنسبه للفنان. النهارده انا شايف الشخصيه اللي طالعه على المسرح كانك غنيتي حفله امبارح في جمهور اسكندريه. انا بصراحه اسعدني هذا الاستقبال الجميل، التصويت الحلو اسعدوني، يعني ما كنتش حتى اقول ارقام لزوجي مش قادر اقولها والله، يعني خجلتوني. لا لا بالعكس بالعكس، على فكره هو التذوق الجمهور دايما التذوق يبحث عن الفن الصادق والفن الصادق والكلمه الحلوه واللحن الحلو والاداء الاحلى، فبالتالي انت بالنسبه للجمهور المصري بس المصري عموما بيتابعوك. وننحرف ايضا جايز شويه برضه ايه دخلتي جوه البيوت قوي، يعني هو ده برضه من ضمن الحاجات. طبعا بنعمل اعرف ايضا على يعني شاشه كل العرب عن مصر، يعني ام بي سي شاشه كبيره وليها جمهور كبير وليها قاعده جماهيريه كبيره، لما تطلع وانت تكون في بيتك، يعني كل ما تكون طالع وانت عارف انك رايح بيتك فمن يبعد اداء يعني صحيح. اليوم عايز اقول للمشاهدين وكل الناس اللي بيحبوني بيتابعوني، اليوم انا كمان راجع التكريم، انا شرف ثاني الاستاذ الكبير استاذ لازم تعلمنا منه المزيكا والفن، استاذ هاني منه قاعد بيعمل معايا الحوار ده شرف كبير، يعني شرف ما كنتش افكر اني لا يا خبر والله ما بعرفش يا جامع هو بحاول يستغلوني بصراحه في حفله. انا مش شغال مذيع بس انا قالوا لي انت بتحب انها يعني عبادي واحلام، قلت لهم ماشي بس مش عايز اكتر بقى لانه يعني مش هشتغل مذيع معاكم، لا انما كده انا ليا الشرف. بالعكس انت اليوم حوارك معانا ده قمه في روحيه وقمه في تواضعك عن جد، يعني انت يعني قديش اليوم يعني في فرح في قلبي والله. انا شفت ان حاجه حتى بعد ثوره 25 يناير لما فكرت كذا حد قناه وبشوف انا ان نعمل حفلات لصالح حسين بحر مصر، والله من اول المهنيين اللي فكرت فيهم وجايز كلمتك او كلمت على اساس ان بس كانت رجعنا شويه في حته التنظيم، لان احنا كنا عايزين نعمل حاجه على مستوى عالي جدا، حفله في الامارات ودبي، حفله في ابوظبي والكويت والسعوديه، يعني كنا عايزين نعمل تور كامل او رحله. بالعكس وانا معاكم والله طبعا وقت ما تقرروا اكيد انا معاكم. انا عارف والله والله انا قلت لهم دي كمان مني انا كل الحفلات اللي انتم بتحبوها انا معاكم وده هديه مني ليكم. لا جميل يا والله العظيم احنا بنشعر على طول على فكره بقرب حتى مش بس الفنان الاماراتي المصري، لا الشعب الاماراتي والشعب المصري لانهم قريبين جدا من بعض، فده شيء جميل جدا وحميميه احنا الحمد لله بنحافظ عليها وانتم كمان بتحافظوا. ونحن شعب الامارات شعب زي ما تفضلت احنا شعب يحفظ شعب مصر. نحن مصر بلد الثاني، لما بطلع بقول مصر بلد الثاني لانه فعلا انا ده احساسي
انا يعني قصدت الكلمه حضرتك فيها ظهرت على المسرح لما قلت رغم التكريمات اللي باخدها من اماكن كثيره، انما التكريم النهارده يختلف، التكريم المصري يختلف عن اي دوله. انت بتقول مسلسل والأغنية وكل ان شاء الله عن قريب جدا نحضر حفله من الاحلام هنا في مصر ان شاء الله بلدها ان شاء الله.